بقى نروح لدوري ابطال اوروبا مبدئيا كده يا حضرات. ماتش مانشستر يونايتد مع اتلانتا، لو مانشستر خسر هيكمل الويك اند هناك في ايطاليا، وبالمناسبه بالمره برضو مدربه سولشاير هيقعد هناك حوالي اسبوعين، لاني ما اعتقدش ان جماهير اليونايتد يعني هيستنوا عليه اكتر من كده، ده في حاله ان مانشستر يخسر. وانا شخصيا متوقع انه يعني يفرح جمهوره ويكسب، بس حتى لو كان المكسب بطلع الروح زي ما بيقولوا، وكالعاده المنقذ هيكون رونالدو. طبعا عندنا مجموعه ماتشات مهمه، يعني الى جانب الماتش اللي بنتكلم عليه النهارده هيكون في مجموعه مهمه من المباريات، وكالعاده دي عاده سهره الثلاث والاربع من كل اسبوع، منافسات ناريه لدوري الابطال.